السلام عليكم. إن شاء الله جميع بخير وعافية. هاي الغذائية كوجبة أولى 45 سلة، وإن شاء الله مستمرين قاعدين الشباب يسوون باقي السلات. اليوم نقدر نسوي تقريبا 100 سلة غذائية، كل هاي من تبرعات أهل الخير. إن شاء الله راح نوزعها ونخلي عندنا نقاط بيها موجودين أخوان بالمناطق، نقدر نسلمهم غذائية ونخليها دفعات مع الطوارئ موجودة يمهم، حتى من يكون أحد قريب عليهم محتاج يوزعوا له، خاصة بهذا الظرف اللي ما حد ما يقدر يطلع به حاليا، والحظر تجوال، وممكن حاليا يتمدد للسبت، وممكن يتمدد 1/4. فهاي راح تكون دفعة الطوارئ، وإن شاء الله نسوي لنا وجبة أخرى، وجبتين نوزعها للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع سيكون عن حال المعتقلين في السجون والمطالبات بالإفراج عن الأبرياء طبعا للخوف بسبب تفشي فيروس كورونا في العراق، وممكن أن يدخل إلى السجون والمعتقلات طبعا ويسبب كارثة. هناك حقيقة مطالبات كثيرة بإطلاق سراح المعتقلين، تماشيا حتى مع بعض الدول التي قامت بهذه الخطوات لتلافي كارثة قد تحصل بانتشار الفيروس، خاصة وأن العراق يتصدر الدول العربية ويتصدر يعني من ضمن الدول في العالم، متصدر في قوائم دول أكثر عدد معتقلين في سجونه، وبالتالي هناك خوف على حياة السجناء والمعتقلين. نقطة أخرى هي الإهمال المتعمد والتعذيب واكتظاظ السجون، هي نقطة أيضا مهمة جدا بسبب خوف ذوي المعتقلين لذويهم طبعا على ذويهم من أجل عدم تفشي هذا الفيروس. لدينا حقيقة مناشدة من امرأة عراقية نشدت قناة الرافدين لإيصال صوتها، وهي تشكو معاناتها حقيقة وتطالب بالإفراج عن المعتقلين في السجون. دعونا نشاهد هذه المناشدة مشاهدينا الكرام ثم نعود. السلام عليكم، قناة الرافدين الفضائية، أوجه نداء لكم أم سجين الطالب بالإفراج لابنها حدث ملجون في سجن البصرة في هذا الوطن. نظلم ملجكم تنطونهم العفو، رحمة لأهلكم نادب العفو، للأطفال الأبرياء رحمة لوالديكم. مشاهدينا الكرام طبعا خلال هذه الحلقة سنعرض بالأرقام وبالوثائق حقيقة ما يوجد داخل السجون والمعتقلات السرية والعلنية في العراق، الأرقام المعلنة قدر الإمكان ما تم إحصاؤه من قبل الجهات الحكومية والدولية، وكذلك التقديرات التي تخرج بها المنظمات المتابعة لحال السجناء والمعتقلين في العراق. نبدأ الآن مع السيد أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ما أعرف، أنا رأساً اتصلت بس ما أعرف الموضوع شنو. اليوم يا أبو علي الموضوع نتكلم به عن مطالبات من عراقيين من جهات من منظمات حقوقية بالإفراج عن المعتقلين في السجون للخوف عليهم أو على حياتهم من تفشي فيروس كورونا اللي ممكن يفتك بالسجناء والمعتقلين، نظراً لاكتظاظ السجون والزنازين حتى بالمعتقلين بأعداد كبيرة جداً، وظروف غير صحية وغير إنسانية يتم التعامل بها مع السجناء والمعتقلين في السجون في العراق. لماذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء من أجل منع هذا الموضوع من الوصول إلى السجناء والمعتقلين، موضوع فيروس كورونا تحديدا، ولماذا لم تقم بخطوات مثل باقي البلدان اللي أطلقت سراح الكثير من المعتقلين لديها حتى لا تحصل كارثة إنسانية داخل هذه السجون؟ نعم، أولا إحنا بالنسبة أن العراق من 2003 لحد هذا اليوم ما عندنا حكومة.
مجموعة عصابات، لصوص، مجرمين، مرتزقة، عملاء، خونة، تابعين إلى إيران وإلى غير إيران. نعم. هذا منتهين منها. إحنا ناس ما عدنا حكومة. إحنا ما عدنا غير الله وهذا الشعب كود يصحى. نعم. هذا دول الشعب، دول اللي يطبلون البعض المحامين ويطبلون البعض المراجع ويطبلون بعض الأحزاب. كود يصحون ويستهمون. إحنا ما عدنا حكومة عمي. نعم. إحنا تحكمنا ناس عصابات. مرتزقة، ميليشيات، إرهابيين، حداويين، قذارة الإنسانية. نعم. ما عندنا حكومة. إحنا شنو نريد الساعة؟ بس نخلص من هاي كورونا. ظل دخلوا بالقوة، ما يطلعون إلا بالقوة. نعم. مو بالعنف، بالقوة. يعني يطلعون أخي دولة عصابات. لحد الآن الطيني واحد فيهم استقال. لحد الآن الطيني فيه هو هاي لو صايرة بالصومال ست شهور. الثورة بالشارع، لو صايرة بالصومال مع احترام الصومال، لو صايرة بأفغانستان مع احترام أهل الأفغانستان، كان كلهم استقالوا. نعم. ولكن دولة كومة مجرمين، عملاء، خونة، مرتزقة، تابعين إلى إيران وتابعين إلى أمريكا. نعم. وأنا أطلب من أمريكا على قناتكم الشريفة، أطلب من أمريكا مثل ما جبتونا دولة العصابات، اللصوص، الأحزاب المرتزقة، يا أخي تعالوا خذوهم وخلصونا منهم. نعم. خلصونا منهم وخلصونا من إيران، وإلا أنتم متفقين مع إيران بدمار العراق، بدمار الشعب العراقي. نعم. فأطلب من الثوار إذا خلصت هاي كورونا إن شاء الله تخلص على الشعب العراقي وتخلص على الأمة الإسلامية وتخلص على الإنسانية إن شاء الله، مو بس المسلمين، إحنا كناس كإنسان تخلص على الإنسانية كلها. إن شاء الله. ادخلوا إلى الخضراء وأحرقوا الخضراء على رؤوسهم. دولة بيفيدوا ياهم أخي، سلمية سلمية بيفيدوا ياهم. لحد الآن المطارات والحدود مفتوحة أمام إيران. لحد الآن. نعم. طيب. والسلام عليكم. أنا أشكرك يا أبو علي من لندن، شكرا جزيلا لك. ويانا السيد أبو خالد من بغداد، تفضل يا أبو خالد. أهلا وسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اخي احنا بس نفتهم هسه هذا المرض اللي شاع في كل دول العالم. نعم. وبالعراق علينا حرس جوال وبالبيوت وحتى المساجد منعوها. زين. نعم. بالنسبه للمعتقلين والسجون هاي السجون اللي مكتظه بالمئات الالاف. نعم. زين هذول شنو ذنبهم؟ واكثرتهم راح اقول لك انا والدليل عندي يعني اكثرتهم الاكثريه اذا ما اقول لك 95% هم ابرياء. نعم. يعني أنا ابني من الشارع أخذوه، من الشارع أخذوه، ركبوا عليه اتهامات وطالب بالكتيل ويعني مثل ما يقول لعبوا بيه طوبة. نعم. اعترف قتلت فلان وفلان وهذول كلهم أحياء، وبالتالي لما ودوه للمحكمة ركبوا عليه دعاوي انتماء ومدري شنو من السوالف هاي وانحكم 15 سنة. نعم. يعني بالله عليك هذا كم واحد الباحث اللي هم مثله ومحكومين وبالسجون. صحيح. بالسجون ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقلت هاي العالم كله مضعفوه للمساجد وحكومة مصر لنا الضرشة من هذا الموضوع. نعم. فإحنا إلنا نروح، إحنا ما أقول إلنا بس الله الواحد القهار، ثم ننتخب الخيرين والمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إنه يضغطون عليهم إنه يفوقون على المساكين هاي. يعني ما أقول لك أكو مجرمين. نعم. أكو مجرمين. نعم. أكو مجرمين بس الأغلبية راحوا دوافع سياسية ودوافع. نعم. مثل ما يقول أنا أقول لك طائفية يعني. نعم. أغلب ألاف وأحكي لك أقسم لك بالله العظيم يعني واحد منهم إبني أنا ما أصدق إنه يشكل غير بس لما شفت هذا الشيء واللي جرى علي. نعم. وعلى ابني طفل أخذوه من الشارع لا عليه دعوة لا حد مشتكى عليه، لا قاتل أحد، بس كتلت من خالته ومن عمته ومن خاله وهم ذلك موجودين. نعم. من هذا الحكم 15 سنة، بالله عليك هذا العمل، الله يقبله، الكادر تقبله، بس أردتهم، شنو أنا وين ما دافتهم. ده تتواصل ويا ابنك يا أبو خالد؟ يا أخي تواصل ويا، بالناصرية لا بينا بسجن الناصرية، وكل سنة تشرر نحول لك لوز ما تصوت. نروح لمواجهه ما خمس ست دقائق 10 دقائق. صار لك ايش قد ما شايفه يا ابو خالد؟ عادي ما شايفه من 2014. من 2014 ست سنوات. من 2014 شهر 7
7/12/2014 ولحد الان. نعم. يعني احكي لك قصه في يوم المحكمه ما تحضرت شفته من بعيد، خباب نص صار سلمت عليه، خلوني اسلم عليه وشفته، فكان من ضمن الواقفين من ضمنهم كان احد القضاة اللي هو منير حداد وكلكم تعرفونه. من سالني قال لي شنو ابنك ايش بيه؟ قلت له قال هذا هسه يطلع لي كمان حكم. قال لا ما يحكم. قلت له وين حكم؟ وقالوا كان يسبتونه ب 15 سنه. يعني حتى هو كان ما مطيع ولا لا هذا هذا الحكم. حسين المحامي قال لي والله هذا الحكم هذا صحيح. بالاعترافات خاف انسان وفلان هم شيء. تحاول توصل تحاول تشوفه يا ابو خالد وماذا تقدر؟ شلون اشوفه؟ ما نخلي مواجهات بس للنساء، للرجال ماكو مواجهات. نعم. ماكو مواجهات بس للرجال، بس للنساء، الرجال منو احد يصلهم. طيب، انا اشكرك يا ابو خالد المشاركه والله يكون بعونك. علي من الانبار، تفضل يا علي. السلام عليكم اخوي العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخوي العزيز والله انا من على مود شرطه السجناء. نعم. يعني ذكرنا هذا الموضوع يا اخي والله العظيم. نعم. يعني شنو حوبه السجناء فقيه؟ شنو حوبه هاي النساء هم؟ زين ربك سبحانه وتعالى هذا الغضب كله من سبب هاي الظلم وسبب ذول الميليشيات اللي يجيبوهم من خارج العراق. نعم. دمروا العراق يا اخي، بهدلوا العراق، حسبنا الله ونعم الوكيل على الميليشيات وعلى الحكومه هاي اللي دمرت العراق. نعم. زين. نعم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ما نقول بس حسبنا الله ونعم الوكيل، على الظالمين وعلى الميليشيات اللي ذبحوا نص الشباب هاي راحت. نعم. أنا أشكرك يا علي من الأنبار، كنت معنا شاركت. سيد محمد من الناصرية، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، أهلا وسهلا. أحييك وأحيي قناتكم المباركة وعامليها. تفضل. الله يحفظك. أستاذ محمد، طبعا هو مثل ما قال الأخ أبو علي من لندن قبل شوية اتصل بكم، هي هاي الحكومة يعني حكومة عصابات، حكومة مجرمة. نعم. حكومة تحكمنا إيرانية، يعني حكومة مجوسية، حكومة مو تقول حكومة عراقية. هي لو كانت عراقية فعلا هسه هم طلعوا سجناء. نعم. ليش؟ لأنه ما سجناء، يعني هذا هسه الفيروس هذا قاتل، وهذا. نعم. كله تفشي، يعني كله يسوي كارثة عظمى بالسجون. نعم. هاي وحدة. اثنين، يعني النقطة الثانية هم بالنسبة لهم طبعا هاي المساجين ثلاثة أرباحهم أبرياء. نعم. ترى قاعدين يأخذون الناس على الشكة والتهمة. نعم. يعني على الشكة والتهمة والمخبر السري، ترى أكثرهم أبرياء، يعني ما إلهم ذنب. نعم. فهم المفروض هم لو عندهم شراف وعندهم غيرة وعندهم ناموس هسه طلعون الناس الأبرياء السجناء. نعم. المظلومين اللي هم بالسجون اللي ماخذينهم يعني كله ظلم، عرفوا ظلم، فهم لازم يطلعونهم، بس هي ماكو فايده. يعني احنا يقول هوا في شبك لانه هي تحكمنا. يعني المطالبات يا سيد محمد دا تصير لانه مو بس الخوف على المعتقلين من موضوع فيروس كورونا، اصلا هي المعتقلات مليئه بالاوبئه والامراض بسبب الظروف اللا انسانيه والغير صحيه اللي حاطتهم الحكومه بها هاي السجون والمعتقلات. الخوف ازداد بسبب انتشار هذا الفيروس، والمطالبات الآن تزداد من ذوي المعتقلين، لأنه أبنائهم كثير من العراقيين الموجودين الآن في المعتقلات لم يعرض على محكمة، لم يرى قاضي، ما يعرف أصلا شنو تهمته. أكو ناس بالسجون صار لها سنين ما تعرف شنو تهمتها، وموضوعة تحت التعذيب وفي ظروف لا إنسانية. يعني إلى متى يستمر الحال على ما هو عليه الآن وتباوع الحكومة على هذه المناشدات ولا تهتم؟ نعم اكيد اكيد استاذ محمد، اكيد هي هاي الكارثه الكبرى. هي هاي يعني الطامه الكبرى، هي هاي يعني هسه هم لحد الان يعني لا هم معارضينهم على قاضي وتعذيب بالسجون، وهاي كارثه. نعم. يعني كبيره. وثانيا هاي يعني تفشي هذا اللي يعني الفيروس هذا هو اللي راح يعني يعمل لهم كارثه كبيره، يعني. نعم. هاي كارثه يعني مو كارثه كبرى. نعم. فاحنا من هذا يعني من هذا نقول يعني نقول لو هم هسه يعني طلعون ذول الناس الابرياء هسه احنا نقول يعني ناهيك عن المحكوم، ناهيك عن هذا اللي عنده قضايا، بس والله اكو ناس ترى ابرياء، اكو ناس يعني كل شيء ما عندهم، يعني ماخذينه على الشكه والتهمه. وانا من الناس، انا سيد محمد اعرف ناس ابرياء اخذوهم ترى والله
كل شماعتهم اخذوهم على التهمه والشكه، يعني شكه هيك يعني كل شماعتهم، لا هو لا عنده مخدرات ولا عنده عمل ارهابي ولا عنده جرائم ولا عنده قتيل، فاخذوه تهمه ولحد الان هسه عندنا هذا يسمونه سجن الحوت، يعني هذا مليء بالسجناء المظلومين. نعم استاذ، فاحنا لهذا السبب احنا نقول هم لو هم يعني حكومه، عندنا حكومه عادله وعندنا حكومه عراقيه، فمثل ما تفضل الاخ ابو علي قبل ساعه شويه او قبل شويه، هو طبعا من لندن وقال عندنا عصابات، فعلا والله لا عاب حلقه، فعلا عندنا عصابات، عندنا شبكات، عندنا ناس يعني فرس عجم مجوس، مو حكومه عراقيه، لو كانوا عراقيين لا والله هم ما سووا هذا الشيء وسجنوا الناس الابرياء. انا اشكرك سيد محمد. استاذ محمد انا طولت عليك. ولا يهمك، شكرا جزيلا، شرفت. سيد محمد من الناصريه، السيده ام عبد الله من بغداد، تفضلي يا ام عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وإلى كل العراق الشريف. أستاذ، يعني تتصور هاي الحكومة اللي صار لها 17 سنة هسه راح تفكر بإطلاق سراح السنة، خاصة السنة، لأنه هم من 2003 إلى حد الآن هم يقومون بجمع أكبر عدد ممكن من الشباب العراقي بعد ما قتلوهم أثناء تدمير المحافظات، وهسه بدأوا بقتل الشعب العراقي للشيعة في الجنوب. يعني راح تتصور أنه هم يقومون بعملية يعني شلون مثلا الازمه يقللوها او يفرجون عن الشعب العراقي، فهذا كله بعيد جدا بكل البعد، لانه هي قبل كورونا استاذ هم يعني يتحينون الفرص للاستحواذ على اموال العراقيين، اخذوا من كل عراقي متقاعد 1500 عن طريق شركه التامين على اساس انهم من ناحيه تقديم الخدمات الصحيه للمتقاعد. تسوي 9 مليار دينار شهريا مع شركه لبنانيه واتفاق مع مسؤولين ومدير التقاعد، هذا قبل كورونا. اما في زمن الكورونا المفروض انه يحتوون الازمه، واكو عندهم رصيد، يقومون بعمليه توزيع رواتب خاصه للعاطلين، خاصه اللي قاعدين عندهم بسطيات، كل هذا ما سوته، قاموا استفادوا اصلا بالعكس استفادوا من مرض كورونا، قاموا بعمليه تقليل راتب الموظف 5% للموظف و25% للرواتب الخاصه، كل جمع فلوس براس الشعب العراقي، يعني تتصور انه راح يحلون مشكله العراق؟ هيحلونا زين؟ هذه اللي جانين اللي مسؤوله عن الامم المتحده تكتب تقارير، شنو التقارير اللي تكتبها؟ شنو هم خليها؟ انه قابلت في عمليه مقابله السيستاني، قابلت السيستاني شنو التقرير اللي قدمته؟ شنو طالب السيستاني للشعب العراقي من اجل تقديم خدمات او من اجل راحه المواطن العراقي؟ شنو التقرير اللي قدمته مسؤوله الامم المتحده عن المتظاهرين؟ ليش طلعوا المتظاهرين؟ رادت من عندهم انه تهدئه في سبيل بقاء الحكومه وبقاء الاحتلال الامريكي في العراق. لهذا العراق ترى احنا طالعين من ازمه الى أسوأ ازمه، ولا تتصورون يا شعب العراقي انه راح تنحل مشاكلنا وراح تبقى هذه الوضعيه، كل استحواذ على ثروات الوطن وبقاء الاحتلال الامريكي والايراني. وبعدين انا اللي اعرفه انه المسؤولين الشيعه اللي يقومون بعمليه توزيع المواد الغذائيه، ليش يقومون بعمليه توزيع الغذائيه وهم عندهم مليارات؟ كلهم المسؤولين السياسيين والاحزاب السياسيه كلهم عندهم اللي عنده 70 مليار واللي عنده 60 مليار، ليش ما يخلي جزء من هذه المليارات الى الشعب العراقي؟ فما نتوقع احنا لا خير من هذه الحكومه، ولا تتوقعون يا شعب العراق انه راح يصير تغيير. وتحياتي لك. شكرا جزيلا سيده ام عبد الله. محمد من السليمانيه، تفضل يا محمد. السلام عليكم استاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله. نشكركم ونشكر قناتكم الاصيله ان شاء الله وتبقى سباقه. الله يسلمك. احنا بالاصل استاذ العزيز من اهالي جرف الصخر. نعم. ندعي من الله يشفي الشر عن اهل امه، هذا المرض خاصه من عندها. امين. ان شاء الله. نعم. وحده. اثنين، احنا اهالي جرف الصخر والله اليوم لنا 7 سنين. صحيح. بالسليمانيه. نعم.
بين أربيل وبين السليمانية، وجدت هاي الشغلة وراحت، وحزب الله نايمين اليوم اتبرى من رب العالمين إن شاء الله. بجرف الصخر بناحية جرف الصخر، يعني لا رجعوا لا ناحية لا فارسية لا غيرها ولا أي منطقة. نعم. وبالنسبة على المعتقلين، عندي ابن خالي مواليد 2001 راح يجيب الوجبة من المسيب ب 2015، والله صغير. نعم. كلبوا به وهسه اسمع حسك بالناصرية إعدامين حكموه. إعدامين. إعدامين إعدامين، يعني مرتين حكم إعدام. ليش؟ شنو تهمته؟ ماكو يعني الشيء يجي ببالهم مشتف ووقع، وبالإضافة إلى مقرم يعني سنتين بسجن الحلة هو مقرم، يعني ماشي ما يمشي. لا إله إلا الله. أستاذ العزيز. لا إله إلا الله. والله العظيم محط إيده على القرآن، يعني مقرم يشيلونه مساجين. وكلتوا له محامي لو ماكو دور للمحامي بهاي المواضيع؟ والله كل دور ماكو، ويا الاستخبارات وحكومة الحلة كل شيء ما يشتغلوا إياها. نعم. والله اللي اموره عدله وابو الدفاتر هذا اموره عدله، واللي اموره تعبانه لا والله ما له غير رب العالمين وما عندنا غير الله ونعم بالله. وبالاضافه لا احنا هسه اللي مهجرين. نعم. والله اليوم 20 يوم قاعدين بالبيوت خوفا على اطفال والنساء لا تطلع برا وتتمرض. نعم. والله شغل وعمل ماك ولا رواتب، وانا دا اسولف وياك والله جلطه دماغيه جلطه قلبيه. لا اله الا الله وما غير الله المعين. ونعم الله العظيم. واحنا نشكر حكومه كردستان يعني على الترحيب مالتهم، وصارنا يعني 7 سنين يمهم هنا، هاي السنه السابعه. نعم. واللي ما سوت الحكومه المركزيه. والله والله ذاك اليوم جت منظمه تسالنا سؤال حش الطيبين بمناطقنا ومحافظاتنا، قالوا هنا احسن بسليمانيه لو بمناطقهم بالجنوبيه. قلنا لهم الله واحد شارع من سليمانية حسد طيبين يسواها من كركوك وانت ما راح لي غادي. نعم. هنا أنا طيب واحترام وتقدير، هناك ماكو يعني بهدلة. وبديش الفترة اللي أخيرة اللي راحت عد طيب. جنسية والله عد جنسية تقرأ جنابي يعني هاي الله كتب حاليك. نعم. شنو ذن دانش الحمل غيري. نعم أبو سيد محمد. لو نعم الله يكون بعونكم، الله يكون بعونكم ويصبركم على مبتلاكم، وإن شاء الله صوتك وصل، والمعاناة اللي حضرتك تفضلت بها إن شاء الله تسمعها للجهات المعنية، ولا أقصد هنا من في داخل العراق لأنهم ميؤوسون منهم، أنا أقصد هنا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية. أحمد من بغداد تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالك سعد عمر. الله يسلمك حياك الله. سعد عمر انا عندي اخوت 2 معتقلين. وين؟ بالمطار مال بغداد. نعم. واحد انحكم 15 سنة على جلده. نعم. والثاني رجعوا الدعوة مالته وهم اعتقلوه واخذوه من جديد. شنو تهمهم؟ اول واحد تدري شنو تهمته؟ اي هم مراسل بنية. اي البنيه رجلها عنده عرف بالعصايب، شالوه وارتكبوا عليه وسجلوا براسه دعاوي ارهاب وانحكم 15 سنه. طيب يكفي لك الله والقران. والثاني جاهل مواليد 97 للمرافق يخاف يطلع. نعم. وهم اخذوه وحكموه وراح طف عليهم. وانا جاي اسولف وياك انسجنت 3 سنوات سقطوا عيني، وهذا شهر ونص انا بالتحقيق حاطيني وكتلون فيه. كل شهر ونص؟ يعني لا الله يقبل بهذا العمل ولا محمد ولا الاسلام ولا 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 اصلا دولة مو اسلام دولة. نعم. دولة بريء من عندهم، دين محمد بريء من عندهم دولة. ناس عصابات مجرمين حاطين هالجهال يظلمون بها ويبصمون بهم، يقول لك تعترف انت لو عندي دعاوي أشيلة فيهان أنت. قل لي يا أحمد يعني تلتقون لو تلتقون تعترف لو تختار عند دعاوى لبتكيان. نعم تلتقون يعني بمعتقليكم يا أحمد. الأرهاب هذا. تلتقون بمعتقليكم تقدرون تشوفوهم تتواصلون وياهم؟ لا والله يا أخوي ما نقدر. وهاي النسوان من تروح الله وكيلك يجن يبكن يبكن من المعاملة مال المنتسبين ومال السجناء ومال. شلون يتعاملون وياهم يا أحمد؟ شنو المعاملة؟
المعاملة سب وغلط ويدفعون بهن وانت المشرفات وانت المكذا وانت هذا اللي يروح يزور وضع المعتقل شنو المسجون شنو وضعه؟ وضع المعتقل الجرب قاتلهم الجوع قاتلهم ايش وقت ما يعجبهم طبوا عليهم وشفعوهم بدون كيات شتل يرتكبون عليهم ناس بناس واشتكوا عليهم طلعهم وعلقوهم هذا وضع المعتقل واحنا الناشد من امريكا ما الناشد من العراقيين الناشد من امريكا بالعفو العام لان احنا العراق بلد ايراني مو عراقي نعم شكرا يا احمد الله يكون بعونكم ابو زكريا من كركوك تفضل ابو زكريا فقدنا الاتصال طيب في تقرير حقيقة نشرته وكالة يقين الإخبارية وفيه حقيقة إحصائيات بالأرقام والمصادر معتمد عليها من تقارير منظمة الأمم المتحدة وكذلك وزارة العدل ومن القضاء في العراق تم الاعتماد على هذه الإحصائيات وهذه الأرقام من التقارير الدولية ومن تقارير حكومية محلية العراق من بين أعلى الدول العربية في عدد السجناء ويحتل المرتبة 42 على مستوى الأعلى العالم بعدد وصل إلى 750 ألف معتقل 314,870 معتقل بريء اعتقلتهم القوات الأمنية بسنة 2014 إلى سنة 2016 أرقام مخيفة مشاهدينا الكرام 9,000 شخص يتم اعتقاله شهريا في العراق وعدنا 12 شخص يتم اعتقالهم في الساعة الواحدة هذه بإحصاءات دولية وإحصاءات حكومية 300,000 معتقل بريء لا يزالون في السجون والمعتقلات و 78% من المعتقلين لم يعرضوا على القضاء لم يروا المحاكم لا يعلم ما هي التهمة 650 معتقل توفوا داخل السجون منذ عام 2014 طبعا التهم اللي يتم الاعتقال بها طبعا اللي سمعتوه حضراتكم من المتصلين هو جزء بسيط هناك قضايا كبيرة جدا التهم يتم انتزاعها طبعا تحت التعذيب الاعترافات عرضت تقارير دولية كثيرة تتحدث عن التعذيب الذي يتم في السجون 90% من المعتقلين هم متهمون بالإرهاب وهذه التهمة هي تهمة صارت هي اللعبة اللي تستخدمها القوات الحكومية والميليشيات لجر أي شخص إلى السجن والمعتقل تهمة الإرهاب 8,418 معتقل متهم بالإرهاب خلال عام 2016 و10,124 معتقل بالإرهاب خلال 2015 و8,957 في سنة 2014 دول المتهمين معتقلين بتهم الإرهاب نأخذ اتصالات ونعود نكمل وياكم هذه التقارير السيد أبو زكريا من كركوك عاد مرة أخرى تفضل أبو زكريا حجي الله يحفظك يا تفضل قلاتكم إن شاء الله الله يحفظك إن شاء الله نعم رحمة الله على كل شهداء العراق على على نعم. على راسهم الشيخ حارث الضاري واتمنى شفاء العادل الجرحانة نعم يا ابني العزيز احنا من 2003 من حكمنا من حكم العراقيين غير الايرانيين نعم. يعني بال 40 50 الف ما اعتقلوا جيش الديكتاتوري ما اعتقلات الاصيلات العراقيات الاصيلات جيش الديكتاتوريهم شوف كم الف ما اعتقل عراقية شريفة ولدوا بالسجون وقتلوهم وعدموا جد بالسجون العراقية وجد معتقلين أخذوا طيارين والعلماء والكبار على إيران هناك عدموهم بس على هذا يا ابني العزيز والله العراق عراق بيد إيران صرف خاصة أهل السنة ما خلوا أهل السنة لا أنبار لا صلاح الدين لا موصل ولا كركوك ما خلوا أهل السنة كل إعدام أربع إرهاب
يا حكومتك علي يا ابني محمد والله العظيم ما راح اتقبل منك حكومه بالله العظيم. الله وكيلك ما عندنا حكومه، حكومتنا قاسم السليماني الله طيح حظه النور وجانا خامنئي غير خامنئي. هذول يومين يجيبون واحد، هذول السياسيين الكفر هذول يومين بالله عليك يوم صار سنه ما يقدرون يشكلون حكومه. وجابوا زرفي جابوا مالي منو جابوا مالي منو والله عيب عليهم. نعم. هذول الشباب العراقيين نايمين بالشوارع صار لهم 6 شهور لا يهمهم كورونا ولا اي شيء. نعم. اي حكومه تاتي عليها يا ابن العزيز؟ احنا ما عندنا حكومه، حكومتنا قاسم السليماني فطس، النوب راح يجيبون لنا غيره وغيره وغيره. الحكومه العراقيه حكومه اخاف هذا بعد هذا حلبوسي يحكي والله راح نسوي مستشفيات ما لك لك يا حيوان من يسوي مستشفيات بدون تجاوزات يا ابو زكريا فوق العراقيين غير العراقيين هذول تم قنبله من عمار يقول لك احنا والله ظهرك وغيرك غيرك. طيب. انتم كلكم ايرانيين ما عندنا واحد يحكم العراق. ابو زكريا انا اشكرك، كنت معنا من كركوك، اكتفي معك بهذا القدر. معنا السيد امجد من بغداد، تفضل يا امجد. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخوي انا عند اخوي محتقل. نعم. من 2016 شهر 4 يوم 8/4. نعم. مكان احتقال مالته الحصوت ابو غريب. نعم. طلعت عليه قوة عراقية اسمه ما مطلوب بالحاسبة، خابروا على المصدر. نعم. المصدر قال نجيبوه، مسوينا ذابح العراق كله. ليش؟ ما أعرف يعني عداوات شخصية. عداوات شخصية. عداوات شخصية. أخذوها لوان مسنة، لوان مسنة طالب بالكتاب استخبارات. مطار لا شعبة استخبارات اللواء المثنى. نعم. ما جاء خاطبنا بالكتاب الرد ان الكتاب اكثر من 4 مرات نزله يقلسون على ضمان الكتاب. نعم. مسلمين اللواء المثنى مسلمين شعبة استخبارات ابو غريب، هسه ما نعرف مصيره، ميت طيب ما نعرف مصيره وين، طلع سجين من يمه. نعم. صار السجين صار 8 سنوات. قال بس مصدر ما عنده لا دعوة ولا ضد. احترافات ما عندهم. نعم. انعرض للمحكمة يا أمجد؟ المحكمة ولا أبو غريب؟ انعرض على المحكمة؟ أستاذ محمد صدق؟ وياك انعرض على المحكمة؟ ما لا لحد الآن ما حق الحاسبات ما جاي يطلع اسمه. ما دي يطلع اسمه. حاسبات سريه، سجون سريه مخلين حاجزين. نعم. ما نعرف مصيرهم وين، ميتين طيبين. احنا نطالب الحكومه، نطالب كل مسؤول اذا عنده خيره وشرف. نعم. على سجون الابرياء يطلق سراحهم. نعم. هذا احنا نريده من الحكومه العراقيه. والدول العربيه كلها هسه حتى ايران طلقت سراح المحتضرين، ايش معنى بس العراق؟ نعم هذا السؤال اللي بدنا نسأله اليوم. نعم هذا السؤال اللي بدنا نسأله اليوم، ليش بعدها هاي السلطة الموجودة ببغداد بعدها؟ ما أعرف شنو السبب. حكومتنا العراقية شو تريد من إجراءات ما ندري. نعم يعني كارثة يعني هذا الوباء الله سبحانه وتعالى ذب على الإسلام كليته على العالم كله. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. أنا أشكرك يا أمجد والله يكون بعونكم. سيدة فاطمة من الكويت تفضلي. ألو. تفضلي يا سيدة فاطمة. ألو. نعم أسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا إما المالكي لو أين مخلينا المالكي حكومة مالكم حكومة إما المالكم حكومة هذا عصابة المنطقة الخضراء هذا عصابة لا تقولون حكومة يما غلطانين. هذه عصابة كلهم عصابة قضى الشعب قضى الشباب قضوا الشعب قضوا الشباب. نعم. السجن هذا سجن ليه بس النساء معذبين النساء يحتدون على النساء
هذا بشارب بن شرشاب، شيخ بن شرشاب. أنا أعتب على شيخ بن شرشاب، شيخ البدور. منك يا شيخ البدور؟ يعيب عليك، يعيب على شاربك، يعيب عليك. الحرة يتلمسونها قواويد السجن عندك، لما تطلق السجون، أطلق السجون، سجون ناصرية، سجون ناصرية اللي عندك بحفنك. كل يوم تصير مصيبة بحفنك وساكت. وش حق شيخ؟ وش حق أمير؟ وش حق رئيس؟ ما تقطعون عقلكم، قطوها، قطوا العقل يا العشاير، قطوها. شباب كله قطع. مالكي منين؟ مالكي بلا مالكي إيراني. أصابك الإيراني يا حكومة العراق، يا عيب عليكم، يا عيب عليكم، يا عيب عليكم. شبابكم كله تكسر في الحجم. يا عيب عليكم. وين العشائر؟ وين عقلكم؟ قطوها. أطيب منكم قطوا العقل، قطوها، قطوها، قطوا العقل. ابن شرشاب، أنا ابن شرشاب، أباك تقوم ابن شرشاب، أباك تقوم، أباك تقوم. انهض، انهض، طيب سيدة فاطمة، أنا أشكرك، كنت معنا من الكويت. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. السلام عليكم. يا بس سمعت باللي ويانا بالدوام قالوا انتم متوزعون بالمجان، وحبيت اتاكد بنفسي. الله يساعدك حبيبي. شنو جاي؟ شو تسوي؟ زين ليش عجب؟ انت مهم محتاج؟ مو هذا ربحك ورزقك؟ والله جميع واحد محتاج نوزع له. يم هاي هاي الفقرة الحقيقية اللي يشتغل يوم يومه ما عنده، يعني ما يجي. بصدق، يعني صدق مين يجي؟ والله العظيم. زين هسه شنو اللي عندك؟ كل شيء جاي توزعه من محلك؟ شوف عندي راح اوزع الفقرة. اها خلينا نشوف والله. اه ما شاء الله، هذا تشوف شنو هذا؟ والله كذا راح اوزع. اها حلو. ها شنو البيد الجاي شو تسوي؟ بصل. اه والبصل هسه ب 1500 وب 2000 يبيعونه، وانت جاي تطيب بلا. هذا زيت لو شنو هذا؟ عصير؟ هذا عصير؟ هذا؟ خل وبلاش. والبوتيتي الكيلو مالته ب 1000. هاي كلها يوزعها ببلاش. يا بالخير موجود بعده. ناسنا الطيبين بعدهم، لا كورونا وقفتنا ولا غيره. نسأل الله أن الكل يحدوهم وما يفكر بجشع. يا رب يرزقكم ويبارك بيكم حبيبي. هسه احنا ما حكينا وياك انت. الله يساعدك. هذا رمان بالايام الطبيعية بس بيش كنت تبيعه؟ 2000 ونص. وهسه كله بالمجان؟ الله يرزقك ويبارك فيك. ها كلهم مكيسين ومحضرهم لهوال الفقرات. الغايه من التصوير لا دعايه ولا شيء، والوليد حتى ما اعرفهم. الوليد مكانهم بالبلديات بالمضمار قبال البنزين خانه مجاور مستشفى من القف. المكان اللي نشتغل فيه احنا الله يحفظكم ويديمكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. شاهدتم هذا المقطع بجهود ذاتيه، وكما في المقطع الاول الذي بدانا به الحلقه لهذا اليوم كانت أيضا تحضير مؤونات لدعم ومساندة العوائل المتعففة على الوضع الحالي بحظر التجوال المفروض في العراق. وهذه مبادرات وجهود ذاتية يقوم بها أهل الخير في العراق لدعم إخوتهم، ما لم تقم به حكومات ما بعد الاحتلال. لكل عراقي وكما هو متعارف عليه حصة بالمواد الغذائية التي يدعم بها المواطن، من المفترض أن تكون هي عبارة عن مجموعة من المواد الأساسية لكل عائلة عراقية، لكن افتقد العراق والعراقيون لهذه المواد منذ الاحتلال،
ولم يعودوا يرونها حقيقة، وإن جاءت تأتي متعفنة كما حدث مع كثير من المواد الأرز وغيرها. فهذه مبادرات وجهود ذاتية يقوم بها العراقيون مشكورون طبعا. نأتي قراءة للرسائل الواردة، وهناك الكثير منها حقيقة، ونقرأ ما ورد لحقيقة، نعطي أيضا الفرصة لمن شاركون على الواتساب. في رسالة لدينا ونأتي من أول الرسائل، رسالة تقول: السلام عليكم، من أبو حاتم من الموصل. تحياتي لك أستاذ محمد المحترم ولجميع العراقيين. أطمئن الشعب العراقي وثوار ثورة المظلومين أن فيروس كورونا مرسل من رب الرسل إلى من عجز الإنسان للقضاء عليه، أرسله إلى الفيروس الكبير المجرم أمريكا والفيروسات جراثيم الخضراء عملاء إيران. طيب، شكرا يا سيد أبو حاتم. في رسالة السلام عليكم، شلونك أستاذ محمد؟ أنا معلم ذي قار، أمس ناديتموهم بتبعية فردوا عليكم بدمائهم التي أريقت بالسواتر، فردوا عليكم بكرمهم ودعمهم بأزمة الوباء لكل العوائل، واللهم احفظ العراق من هذا الوباء. من ناداهم بالتبعية ومن هم الذين تقصدين يا أم علي؟ ما فهمت عن هذه الرسالة، شكرا لك. عموما في رسالة أخرى لدينا، السلام عليكم، تاريخ 12/6/2014، بعد منتصف الليل قامت مجموعة مسلحة بخطف أكثر من 57 شخص من أهالي منطقة السيدية في بغداد، وعند السؤال في المفارز داخل المنطقة والتي دخلت سيارات الخاطفين عن طريقهم قالوا اطمئنوا إنهم عند الحكومة، وللأسف حد الآن لم يعرف مصيرهم. أرجو منكم ذكرهم ولكم الأجر والثواب، أخوكم أبو سجاد. في رسالة لدينا، شكرا يا أبو سجاد، في رسالة لدينا: تحية لقناة الرافدين والعاملين فيها. ابني معوق بترت يده اليمنى بتاريخ 4/7/2003، وأثر مشاركة مع مخبر سري وتاجر مخدرات، وخلال 7 أشهر حكم عليه بالسجن 15 سنة، وتم دفع مبالغ بواسطته للحكم عليه بواسطة المخبر. وأنا رجل كبير في السن وعندي غير معاقين 2، علما أنه طيلة هذه الفترة لم يستلم أي تعويض. طيب، لأنه لا يوجد عندي أدفع رشوة، وفوضت أمري إلى الله. الله يكون بعونك. أبو يوسف من الدنمارك يقول: تحية طيبة أخي محمد، العالم كله مشغول بفيروس كورونا، وغلقت الحدود، دول غلقت حدودها، أليست هذه فرصة ذهبية للشعب العراقي للدخول للخضراء وتطهير العراق وكنس العملاء؟ هذه فرصة ذهبية لكم يا عراقيين. في رسالة: تحية لقناة الرافدين وثوار تشرين، الله ينصرهم، أبو حازم من الأحواز، شكرا لك. أنا أبو يوسف من بغداد. مساء الخير أستاذ محمد، تحياتنا للكادر والبرنامج. أستاذ محمد، هذولا هالكذا يجوي بالقوة، فلازم يطلعون بالقوة. تحياتنا لك والكادر البرنامج مع التقدير. شكرا يا أبو يوسف. رسالة من السيد مبروك من الإمارات يقول: أخي محمد، 17 عام تمر على مجريات الاحتلالين والحكومات التي جاءت على ظهر الدبابات الأمريكية والدمار والخراب والقتل والاغتيالات والاعتقالات والاختطافات والتهجير وغيره، إلى أن جاءت ثورة تشرين لتقتلع شوكة الحكومات الفاسدة، إلى أن ألقت بعدنان الزرفي. الشعب واعي لمسؤولياته. شكرا يا سيد مبروك. أم الوفا من كربلاء تقول: السلام عليكم، أنا أم الوفا من كربلاء، أشكركم على قناتكم الرائعة. بالنسبة لموضوع السجون اللي مليانة بناس أبرياء، مفروض نطالب الأمم المتحدة أو العفو الدولية للعفو الشامل للسجون وإطلاق سراح المعتقلين. أخي العراق ديمر بمرحلة حرجة، وباء كورونا مثل ما حجزونا بمنازلنا ولا طلعونا، ترى مرضى المرض منتشر بالسجون. أخي حكومتنا مجرمة، يا رب تفرج على العراق والشفاء للمرضى. في رسالة طيب، آه
هناك من يحاول الاتصال حقيقة وهم كثر، ونعتذر ونكرر أن هذه الخدمة غير متاحة للاتصال مشاهدينا الكرام، هذه الخدمة لاستقبال الرسائل المكتوبة فقط. علي رياض من ذي قار، والله أشكركم على هيك برنامج والله يوفقكم، شكرا جزيلا يا علي. رسالة: أنا أخويا سجين بالمطار مظلوم، مواليد 99، ولدنا في خطر والله، وجاي يطيحون مرضى يعزلوهم وما جاي يطلعوهم. في رسالة: السلام عليكم، نطالب بالعفو العام. رسالة: سعد من ذي قار، نشكر قناتكم. آية سعد من ذي قار، نشكر قناتكم الكريمة اللي توصل الحدث، بس نريد نوصل رسالة للحكومة، انتوا ليش ما سديتوا الحدود، وشنو ذنب الشهداء بعمر الورود، وشنو ذنب هذول الفقراء والمتقاعدين، كل من عنده هويتين وثلاثة والناس كاتلها الجوع. في رسالة: السلام عليكم أستاذ العزيز، ليش بس بالعراق ما ينطي عفو للسجون؟ أكو ناس أبرياء. من صوتكم الكريم أخوكم محمد الديواني. شكرا يا محمد. في رسالة: السلام عليكم، تحياتي لحضراتكم، وأتمنى من خلالكم يسمع صوتنا، وأتمنى أن تكون خير عون في المطالبة بقانون العفو. أم رقية من الناصرية، شكرا لك. رسالة لدينا وأحد الإخوة يود اتصال، حقيقة نكرر غير متاحة هذه الخدمة. الغريب أن المظاهرات ضد الطبقة السياسية، بينما الناس تارك موضوع اختيار رئيس الوزراء بيد نفس الطبقة. لا، الناس ما تارك موضوع اختيار، هم كيفهم دي يختارون. في رسالة: أنا عندي ابني بالسجن، عنده 7 اعترافات من التعذيب وكلهم تنازلوا، بس بقت مرأة تريد فلوس، سجين بالتاجي. الله يكون بعونك. وآخر رسالة تقول إحدى المشاركات: زوجي مسجون صار له شهرين ما شايفين، نطلب منكم توصلون صوتنا ينطون عفو، لأن حالهم خطر أو خطر. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، نشكركم لطيب المتابعة، ونشكر كل من شارك معنا من اتصالات ورسائل، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.